هادي تمشي كرة للشلهوب، شلهوب في الانتظار للانطلاق، كرة ممتازة القحطاني، كرة 1-0 يضرب ويسجل. انه الكاسر، انه حديث الناس، انه المتكلم بالقدم وبالرؤوس، يسجل الاهداف. 4-5 دقائق كانت كفيلة للزعيم ليؤكد الزعامة. 1-0 النصر في سيمي فاينل اغلى البطولات، كاس الابطال لخادم الحرمين الشريفين. فرحة عشاق الهلال هنا في استاد فهد، هدف جميل جدا، هدف ملعوب، الباس والاسيست كان في العمق، يفلت وينفلت القناص، يضرب الكاسر ليسجل ويرتفع مرة أخرى شعار الزرق، شعار الزعيم الهلالي. شوف الكورة، خطأ كبير، عبدو برناوي يوصل متأخر ويتقدم بكورة ولا أحلى، برازيلي في التمرير، البرازيلي جولياتور، 1-0 نادي النصر. شوف الكورة والهدف، ضرب الكورة ممتاز، لعب كي برشا، ياسر القحطاني يعمل في خطوات البومبر، واثنين الحقيقة التاريخيين. شوف الكورة الأخيرة، شوف الانطلاق، وهنا المدافع يرفع لعب الريال، ما فيش كلام، ما نشكش لحظة أنه القرار سليم في رأي. برشا حوارات الكابتن عبد الله الشريدة والكابتن الأنيق بحيث الجمعان أكيد يتناقشوا، كانت أجواء كبيرة، الدربي ما يتغيرش في العقول، في القلوب، في الأنفس، في اللسان. ضرب الجزاء كمحايدة، شوفها صحيحة، متيقنين، قانعين، متأكدين بقدرة الفريق الأزرق على تخطي الجار في أم القمم. النصر في 25 دقيقة يجد نفسه منهزم 2-0، وفي ملاحظة أسبق على الطاير، من كرة القدم، قبل دقيقة كان تعادل من ريال بلال، الكرة امتنعت عن النصراوية ثم تمنح بأجمل الهلاليين إمكانية البلنتي، تقدم وسدد، سدد ليسجل جول. ما عندوش مشكل هو انه الهلال النصر يلعب ناقص واحدة واثنين، هذه ظروف بطولة، هذه مباراة تتواصل مع خطيرة. وتأكد وأؤكد لك يا جيرز أنه يبقى الموعود بالشباك، مش ممكن، سليمة لم تخرج، راسية صحيحة لم تغادر الميدان، دخلت في الشباك ورجت الشباك. 3-0 للهلال، سليمة صحيحة. لازم ديما تأمل، ما دام تحب كرة القدم يلزم تعرف أنها مجنونة. نامي يتقدم، يباصي كرة لويلي، خطير جدا، أنصب والراس، المباراة الرباعية عن طريق الباك رايت. نامي في شحن هجومي، في شحن هجومي من قبل الكتيبة والقبيلة الزرقاء. 4-0 للنصر، مباراة في التاريخ، مباراة من ذكريات يا ريكا جيريز، ماشية معاك أكثر من لازم، ماشية معاك ومشيتها، لأن في الفريق أكثر من اسم، لأن لك البديل الجاهز، مجهود إدارة، توفير اسمين في كل مركز، والعنصر يتقدم، الحارس يمنع الرباعية، ولكن إصرار كتيبة الهلال توقع على الرابع، تصل الرباعية، تسجل 4-0 عن طريق المدافع محمد نامي. شوف الكورة والمتابعة، شوف الكورة والمراقبة، نامي اللي اداها، نامي اللي باسا، مشى فروت، مشى في بديل القحطاني، مشى في مكان للقحطاني، وسجل الرباعية النظيفة للقبيلة الزرقاء. في الربع النهائي ترشح الهلال بفوزين،
3-1 5-0 على الفتح. حاليا في ساعة لعب 4 من أمام النصر، 12 هدف في 3 ماتشات، والثالث ما زال لم يستكمل. أي هجوم للدريم تيم، أي قوة لفريق الأحلام، أي عرض وعروض يقدمها هذا السيزون الهلال أو برشلونة آسيا. يتقدم بخطأ الفريق النصراوي بفاول، الهلال برباعية من الأهداف وبكروت صفراء الآن تتواصل، وهذه المرة على الروماني رادوي. حقيقة سيناريو لم يتوقعه أحد في البوك ميكرز، في المراهنة على المباراة، في التوقع لنتيجة اللقاء، في التخمين لسكور الديربي، ولا واحد توقع 4 من الهلال في ساعة لعب. الرابع 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 الذي يحقق آمال الهلاليين في تجاوز عقدة الدور الأربع على حصان خاسر، لم تراهن على جواد خاسر. جيت للخليج، دخلت السعودية، وهدف في كورة من فيجاروا. حفظ ما الوجه، كبرياء الذي لا يموت. النصر يسجل، الأنصار يرفعون الفانيلات، يرفعون الشعارات، يرفعون الأصوات أمامكم بدون مبالغات. فيجاروا يقول النصر الهدف، يشعل المباراة، يعطي قيمة الهدف، إثارة بهدف ولا أحلى، بكورة ولا أروع. الرفليكس كان بعيد شوية، الحارس وصل متأخر برشا، وكورة للنصر تكون بها صالة النبلاء. لا يستسلمون، لا يرفعون الأعلام البيضاء أمام الهلال الأزرق. فيجاروا يلعب الكورة لراسية تأتي والثاني، نعم انه النصر، انه زعيم ايضا، انه حميد ايضا، انه خطير ايضا، انه كبير ايضا. 4-2 وسمو الامير فيصل بن تركي يقول اننا النصر من 4-0 يعودون الان 4-2، وما زالت المباراة يا فيجاروا. شوف الصعود، شوف الطلوع، شوف الضربة، شوف بزوغ الشمس من جديد. النصر يسجل 4-2 في مرماك يا عتيبي. الله على هدف، الله على إثارة، الله على دربي بخير، الله على دوري سيبقى بخير، الله على كورة دائما في خير. 4-2 للهلال، لكن يدعو ومعه دعوات الملايين. في كاروة، في كاروة، في كاروة، في كاروة، كاروة، في كاروة. النصر، هدف للنصر، مستحيل ضربة للنصر، مستحيل ما يلعبه النصر، مستحيل ما كتبه النصر، مستحيل ما يكتب من النصر، مستحيل ما يدور من النصر. الله على النصراوية، لما يعودون لا يموتون، بالشبان يتألقون، بالواعدون، بالجديدون يعودون 4-3. من كتب السيناريو؟ من؟ من توقع السيناريو؟ من؟ من توقع السيناريو؟ من أشر للعودة النصراوية من 4-0 ل 4-3 على مسؤولية 10 مليون دولار من الجزيرة الرياضية؟ مش ممكن يا نصر، مش ممكن يا نصر. طبعا أراهن بهذا الرقم الكبير يا سعدون، لأني متأكد أن ولا واحد. مباراة كل المتألقين، مباراة كل الهدافين، مباراة للجيل القادم، مباراة على أن كرة العرب بخير، أنها كرة لا استسلامية وخماسية. هلالية هلالية هلالية، رومانية رومانية، لإسعاد قائد السفينة البلجيكية. افرح الهلال يعود، اسعد انه الهلال. 5 قذيفة، 5 بصاروخ، 5 بقذيفة وقنبلة. الصام 5 سجل، الصام 5 سجل، رادو يدون 5-3. الله على الديربي. يا رادوي، على الهدف. اقتلوني اقتلوني الليلة، مش ممكن، مش ممكن. على الخامس، كيف مرت روماني من ام برازيلية، بقدم برازيلية، بكورة سحرية، بخماسية هلالية. الله، في ليلة ابطال اوروبا، الهلال والنصر في عرض يليق بماتش اوروبي. 5-3.